سعادتك في ال انت قلت لي سور البيت عنده مخالف. ما انا جاي لك. هو ده محضره؟ ما انا جاي لك. طيب اتفضل. ده محضر السور والفيلا نفسها. والفيلا مخالفه؟ والفيلا نفسها. امال ايه؟ ما اللي حضرتك القرار يعني نفذه عمل محضر تنفيذ ازاله. زالوا الناس التعبانه. حد عرف الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بالغ الاهميه وبالغ الخطوره. يا فندم انا بتكلم كلام بورق. حضرتك ده انا بتكلم بورق على مسؤوليتك الشخصيه وورق. ودوني اللومان. انا ما يهمني حاجه. انا بقول كلمه حق. لا اله الا الله. الا 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 يحصل لي يعني. ما فيش. حضرتك دلوقتي دي محضر تنفيذ ازاله في نفس المنطقه بتاعت الدكتور سعيد حسنين. جم على القرار بتاعه. ايوه. شفت بقى اللي يعني الشغل الحلو. القرار بتاعه رقم 566 لسنه 2017. أيوة. والخاص بالسيد سعيد حسنين. ايوه. تمام. ترجع الازاله لحين فحص المستندات. يا صلاه النبي، ده حاجه حلوه قوي ده.